بستراكوتشا في حراسة المرمى، سيلعب بلويس فيليبي مع الرادو وديفراي في الدفاع، في الرواق الأيمن ماروشيش، في الرواق الأيسر لوليتش، وثلاثي خط وسط الميدان سافيتش ولوكاس، بالإضافة إلى ماركو بارولو أمام كل زيلي عنده الكرة في التنشيط. كرة ممتازة وتوغل، رأي تسلل يشير لها الحكم هنا من ماروشيش من المونتينيغرو مسجل ثلاثة. جيسوس يلحق عليه أندرسون، يمر أندرسون والكره اندرسون في وسط الميدان، لوكاس ليفا والكره البعيده موبيلي ماهوش متسلل وخروج رائع. في الاسابيع المقبله مكنت في التاهل لدور ابطال اوروبا الموسم المقبل. اليسون بارولو استرجعها، دخل كره ممتازه وخطيره وتوغل موبيلي، وضع تسلل يشير لها الحكم المساعد. من هنالك خمس وضعيات تسلل في ظرف موبيلي، رو مازال موبيلي وجيزوس دباغة ماركو بارولو يفتح ستراكوشا، كنا نشاهد فيه دي روسي يرفع كرة بعيدة في القائمة الثانية، راحت وين يا دي روسي بعيدة، لوكاس ليفا ضيعتها، جيكو استرجعها وانطلق، مازال عنده الكرة جيكو وفي خطأ يا سيدي الحكم. نعم، وأول بطاقة صفراء يخرجها للوكاس ليفا، سابع بطاقة صفراء ينالها هذا الموسم مع فريق لاتسيو. خارج من الكرة ودانييلي دي روسي، جيكو تضرب في الجدار وركنية. أندرسون توغل البرازيلي، مازال أندرسون وركنية الجاي من ستروتمان، استلمها نايغوران، جيكو نايغوران، جيكو 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 أو لويس فيليبي هو اللي يلعب الجهه اليمنى، الديفرار في الوسط، كوبا عرضيه بعيده هائله ممتازه بالراس، الكره خطيره للبريز والانطلاقه بالاجمل وعكس تسلل ام لا، الحكم المساعد قال لا. وفيديريكو فاتيو يلعبها الجهه اليمنى مع ماروشيش، يحاول يمر ماروشيش وفيديريكو فاتيو ممتازه ناحيه جيكو يغطي كورتو، الحكم يقول لك العب ليس هناك اي شيء، التغطيه من لويس فيليبي، كره بعيده وضع التسلل مره ثانيه. يا تشيرو يا إيموبيلي، دانييلي دي روسي في اتجاه ستروتمان وكرته لم تمر القصير، هائله الكره وصلت مباشره لشيك، يحاول يمر مازال عنده الكره، هي حاطه استرجع من ليفا الكره البعيده، إيموبيلي متسلل مره ثانيه. يجب ان يجد حل الفريق هذه المخالفه لكنها بعيده من ستيفن ديفرايل، شكل رائع جدا، واحد من افضل المهاجمين الذين يلعبون بظهرهم، يعني يمكن ان سفر لوكاس واندرسون والدفاع خلف الكره، مازال يلعب بينيه كره خطيره، الدفاع طلعت تسديدات قوية نايغوران الى بابا 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 جول، اي 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 برينو بيريز يفوت اول فرصه سانحه في المباراه عند الدقيقه 37، جاءت الكره الاولى كولاروف، كولاروف وجيكو ونايغولان، الكرة أرضية كرة خطيرة وتوغل وفي خطأ، لا الحكم قال لك العب، هل خلى الأفضلية أم لم يحتسب خطأ حكم مرمى، ستروتمان خلاها لبرونو بيريز كرته لم تمر، هي الركنية الثانية للفريق المحلي لاتسيو، الركنية مرفوعة بشكل رائع وأليسون صفر الحكم خطا، مانولاس اخطفها، ادخل مانولاس يواصل اليوناني، مانولاس يلعب على كولاروف متسع من المكان، دخل اندرسون ودانييلي دي روسي فوق ارضيه الميدان، نايغولان عنده الكره، نايغولان يستفيد من الركنيه، الحكم يقول ضربه مرمى، قلت بان الاجواء في المدع، كره بعيده بالراس، حكم خلى اللاعب تشيرو إيموبيلي خطيره من اندرسون بعيده في القائمه الثانيه بالراس، فيدريكو فاتيو على مرتين، التوزيعة من قبل كولاروف في القائمة الثانية والتغطية الدفاعية، حذر التركي راح الصغير، التركي مازال برينو بيريز لمسة يد، الحكم قال غير متعمدة وخلى اللعب، وصلها له من هنالك على الجهة اليسرى، جيكو دخل، جيكو لا رائعة في واحدة من كرات الصح، تسديده وسهل مش متسلل، نايغولان باليسرى والتوزيعه في القائمه الثانيه لأوندر وتقدير، تسترجع الكره من تشيرو إيموبيلي ولوكاس وخطا، والبطاقه الصفراء من لصالح ستروتمان هذه المره، خامس بطاقه صفراء يخرجها حكم المباراه، وصل لتشيرو إيموبيلي، لا إيموبيلي من هنالك سافيتش وإيموبيلي
الأول أخطر فرصة للاتسيو في المباراة في الدقيقة 65. توبارولو كوستاس مانولاس وندر مرة ثانية تخرج الكرة لعبوها خلال المرحلة الأولى كرة في المخالفة ألبرتو يا دي روسي ما الذي بكر أليسون ألبرتو الدفاع جيكو عنده الكرة يغطيها كما ينبغي يطلبها نايجولان وصلته نايجولان تسديداته نايجولان في الركنية لصالح روما تنفذ من كولورو والدفاع يتدخل جيسوس لجيكو تغطية دفاعية.